المكان اللي تم فيه البلاغ انه فيه هنا اثار ومقبرة كلها اثرية، للأسف كلها نصبايا، مفيش حاجة فيها اثرية على الاطلاق، حتى التابوت ده اللي معمول من الفايبر ما ادعوه انه فيه سبائك ذهب. اهي المنظر بتاعنا اهو، كلها معمولة من الجبس، حتى التماثيل وليكن التمثال ده الشكل العام بتاعه اهو، لكن لو حقيقة الامر هنلاقي ان التمثال برضو جبس، فيبقى نقدر نقول ان كل اللي موجود هنا عبارة عن نصبايا كبيرة ومفيش حاجة اثرية على الاطلاق.